يا سلام بكل أناقة، يمشي أحمد صالح بوتا من جديد، يحاول في كرة تستخلص من الكرة، تعود باتجاه عبد السلام، حركة لاعبي فريق الشط عز جرناز، يلعب العرضية لمن تكون، واشينينا أقرب، صغير يلعب الكرة عرضية من يقابل، تعود الكرة عبد السلام، حركة فرصة لمصلحة فريق السويح، الانتدار السافلة أنس كحول، يلعب الكرة يا سلام، تقف على الكرة أمام الإعادة، أمام الإعادة من كل الزوايا، شكرا لمخرجنا ناصر الخنجاري، هنا التصويبة والعارضة في رأس شليك، يمشي السريع في رأس شليك، الانطلاق على الجهة اليمنى ولكن الجرنازي مرة ثانية، كرة تيمار، فرصة تيمار ولكن سهلة، سهلة الكرة، حاول تيمار في مرة أولى والثانية، لجنف ياخذ كرة، لجنف يبحث عن المرور، لجنف يصوب يا سلام واشينينا، سنشاهد الإعادة، صعب الكرة ولكن لجنف بيسرى ما استغلهاش كما يجب، فريق أمامنا الإعادة والتسويبة كانت من دو تليسي بالفعل يمشي بكرة، خدها تيمار، ضربة جزاء، ضربة جزاء لمصلحة فريق السويحلي. البرازيلي يبحث عن هدف لمصلحة فريق السويحلي في هذا اللقاء، دار الصافرة والتيمار بالأشهر يستعد، تيمار شابو بالي هذا الحارس بالأشهر يطلع ضربة جزائية، تيمار هنا الانقضاض يا سلام، بالأشهر يطلع الكرة، شوف أحمد تايمينج ممتاز يا هذا الحارس، قلت مواليد 2000، تلعب العرضية من الهمامي ولكن مرت من الهمامي، لف من جديد، مرت محادية للقائم، الثانية كانت من لجنف، هذه الثانية الكرات التصويبة ولكن مرت محادية للقائم، عبد الله بالخليل تلعب الكره عرضيه صوب الرؤوس ولكن سهله في احضان احمد بالاشهر، جديد دخل المنطقه، حراري يلعب الكره ولكن تبعد من الهمامي، صعب الكره خطيره مرت من جديد، قد بدل ضايع، تلعب الكره من جديد، الانطلاقه عن طريق لجنف، سريع لجنف من جديد يبحث عن الثالثه يا سلام ولكن مرت الكره محاديه للقائم، سعد يبحث عن التصويبه، يبحث عن التسديده، سعد يصوب، سعد من جديد ولكن مرت، ثواني اخيره من احداث هذا اللقاء، وفي هذه الاونه محبي متتابعي الدوري الليبي الممتاز.